اتفق معاك يا أسامة، وهو السر الذي يعلمه الجميع. كلنا عارفين الأسباب الحقيقية للاحتقان، كلنا عارفين زي ما قلنا في عنواننا ثابت واحد ومتغيرات كتيرة، كلنا عارفين ليه الأمور بتروح للتعصب، كلنا عارفين إيه السبب الحقيقي. وعشان كده رسالة لنقادنا الرياضيين والقامات اللي احنا اتعلمنا منها طول الوقت وهي موجودة وبتكلمنا عن الأدبيات بتاعت الكرة المصرية وإزاي نتعامل مع الرياضة بمفهوم حقيقي وتنافس. أنتوا ليه ساكتين؟ أنتوا بتيجوا لما تكتبوا مقالاتكم حاليا بتكلمونا عن أزمات مصارة، إنما ما بتكلموناش عن السبب الحقيقي خلف كل ده. محدش فيكم بيقول جه الوقت إن احنا نتوقف، جه الوقت ان كلنا كمنظومه رياضيه نقول ان في سلوك غير رياضي بيحصل ولازم نقف عنده. كلنا عارفين الاسباب يا اسامه، ولكن مش كلنا عندنا الحل، ونتمنى اللي عنده الحل هو اللي يقدر يتدخل. ولكن يا اسامه، من حاجه غير الناس متفقه على اسبابها نيجي لحاجه الناس ما شافتهاش بشكل واضح.